ما كان خصك تجي تصور لنا في الاول استاذ راه الحاله يرتلى تفضل اسمح لي الله يعاونكم شباب تبارك الله عليكم حيا يرتلى راه من 8 الصباح انت كتشوف الحاله يعني واحد الحاله كانت حاله كتشوف ما خصناش الشرف ديال كل ديال الشارعه ولا كليه الشارعه انتم قمتم بتنظيف الكليه ديالكم نعم حنا قمنا بالاستئناف الدراسه غدا ان شاء الله ان شاء الله الاثنين بغينا الطلبه ديالنا حتى دوك الطلبه اللي ما كانوش كيناضلوا اللي كانوا اللي عندهم ظروف كنحيوا الجميع حنا راه كنحيوا الجميع حنا راه نظفنا دوك الناس اللي ما كقاموش ب اللي ما قدروش يشوفوا لنا الحل الدائم يعني انهم يشوفوا لنا العميد يكون محايد ويكون الوزاره هي اللي تتبوت في الامر ليس وما يبقاش التخرويض هذا اللي كاين في كليه الشريعه لانه لا 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 يجدي لك بكليه الشريعه ان تكون هكذا تكون الشفافيه والوضوح ان شاء الله بغيت تكون الشفافيه واضحه قد مرك استاذ ديالنا تمام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد يعني كما كتشوفوا الان يعني الحاله ديال كليه الشريعه الطلبه هما اللي كيقوموا بالمهام اللي كيقوموا بها الموظفين تعال تشوف يعني الاستاذ يمكن لك تشوف الاقسام تشوف الطاولات على شكون كنقراو كلها يعني كانت طاولات خاربه تفضل يمكن لك تشوف عدد كبير ها انت كلهم هادو الطاولات كنا كنقراو عليهم الحاله ديالهم كيفاش كان يمكن لك تشوف تفضل انت احنا عدد كبير من الطاولات مع العلم انا خرجنا طاولات اللي كانوا متجدين منذ سنين يعني هنايا كان وقع كان واحد المكان هنا يعني فاش تجمع يعني الخزينة حولنا عدد كبير من الطاولات كما كتشوف دابا الموظفين تقريبا العدد ديالهم كيوصل شي 13 موظف تقريبا اللي كيقوموا بهذه المهام ديال انهم كينظفوا كلهم قاموا باش انهم دخلوهم للمكتبه وخلاو حتى شي واحد الطلبه هما اللي تيقوموا بهذه المهام البنيه التحتيه كما كتشوف ها انت دليل شوف الخراب فين واصل القاعه هذه ملي دخلنا ليها في الاول ما تقدرش الاستاذ تدخل ليها لا شكرا الرائحه ديالها كيفاش كانت وكانها لا حياه موجوده في هذا المكان هذا كما كتشوف القاعه تقريبا كلها هكا القاعه تقريبا كلها هكا الطلبة اليوم عبروا على واحد الوعي على ما تقاد شوية هاد الأمور هادي احنا دابا قمنا بهاد المهمة هادي باش أننا غير نقدر الفصل ديالنا ثم من بعد احنا غادي نشوف واشنو كاين يمكن لك تشوف هاد الزيتون ديال من؟ كلية الشارع ولا الزيتون ما عرفناش واش هادي الشركة ولا كلية الشارع احنا هاد الشي ما عرفناش كيفاش هذا زيتون وزيت هذا زيتون وزيت واش ديال العساس ولا ديال من؟ ما عرفناش احنا هاد الشي كامل خصنا بيناتنا ياك لأن الميزانية ما كنشوفوش فيها الميزانية ما كنشوفوش فيها كيفاش لا أستاذ هو في الغالب هذا غادي يكون تاع بعض الموظفين اللي ساكنين في كلية الشارع لأن واحد خمسة الموظفين عندهم ديور هنا في كلية الشارع على ما أظن بأنهم هما اللي حاطين مع العلم هذه راه قاعة للدراسة ها؟ سي ميمون هاد البادة ديال ماشي موظفين ديال الكلية ياك؟ صافي ماشي الله يسر المهم أنت أستاذ كراسي المقاعد هاتهم كل هذا مقاعد يجلس عليها هذه كنا كنجلسوا عليها هادشي شوف الحالة لا تليق يعني حتى بمستوى إنسان أنك تجلس على هادشي الميزانيه ديالنا يعني ما كنشوفش السؤال استاذ القاعه اللي كان كيبينها لكم يعني السي سقلي مجهزه لحد الان حنا ديك القاعه باقي ما شفناهاش وكنسولوا فين هي ديك القاعه ما عرفناش فين كتواجد كاع في كليه الشريعه باقي ما عرفناش اعتقد لك الجريج الاخر لا كاينه من لها استاذ هي كاينه من لها ولكن مسدوده راه شفنا شفتي يمكن نشوفوها مسدوده اه كانت مسدوده نعم اشاره عين باش تعرف بان هذه الطاوله اللي كتشوف كنا كنقراو عليهم وكنا كما تطلع تنكونوا جالسين بحال هكا مركزين على الدرس كما تشوف بحال هكا مركز مع الاستاذ ما تحسش تصاوبت بك الطاوله وتا كل شيء القسم تيشوف فيك يعني وتيوقع واحد الارتباك وهذا يمكن لك دابا تشوف يعني تفضل معنا يمكن لك تشوف دابا القاعات يعني من بعد ما قاموا الطلبه بهذه المجهودات اللي داروها الصباح
كنا نطفوا القاعات هذا الصباح هذا، وكان كان عدد كبير من القاعات، يعني كاع القاعات تقريبا تم النظافه بما في ذلك المكتبه حتى هي تنطفات. يعني كنحيوا الطلبه اللي قاموا بهذه المجهودات كما كتشوفوا الاستاذ، الوسائل باش كنا كنشتغلوا هذا الصباح. ها القاعات يعني مازال 100 اصابع ديال 100 مازال، هذه قاعه ربما ديال الماستر على ما اظن كيدرسوا فيها. يمكن لك تشوفوا استاذ راه البنيه التحتيه راه راك عارفه. المهم حتى هذه استاذ، حتى هذه القاعه ديالك. تفضل 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 معنا اشوف الفوق اصاحبي. انت استاذ قاعه ديال الماستر، حتى هذه ديال الماستر كما كتشوفوا استاذ. واش هذه ربما تشوف، يمكن لك تشوف، ما يمكنش تدوز عليها امتحان، هذا امتحان اللي هو قانوني انك ما تدخل حتى شي ورقه، ما يمكنش تدوز على هذا. هذا ربما من ديك الطاولات اللي كانوا لي كما كتشوف دابا، هذه بالينا غير على ما تهدا الامور، ومن بعد راه غادي نوليو نطالبوا بهذا الشيء. يمكن لك تشوف استاذ القاعه. من مرات كانوا عاملين مرات هذا القاعات اللي في الطرفه، كان واحد هنايا هذه القاعه، هذه تقريبا كانوا الكراسي ديالها والطاولات ديالها كلشي كان مهرس. اضطروا الطلبه باش اننا نخرجوهم من هنايا، باش نديوهم من هنايا في اقرب، يعني باش ما نضيعوش الوقت بزاف. هنايا طلبة يعني قاموا حتى بواحد الحملة ديال النظافة، حملة ديال النظافة هذا الصباح. نظفوا كما كتشوف لي، ها هو الساك ديال سميتو فاش كنا المسجد حتى هو هذا الصباح قمنا بالتنظيف ديالو. القاعات اللي كانت نفس الصور تتواجد ذاك ذلك المكان، لا هذيك القاعة ما دخلناش ليها لاعتبارها قاعة ديال المناقشات، فيها أجهزة اللي تكون ربما ثمينة ما عندهاش الحق ندخلو لهنا. تفضل معنا أستاذ. أستاذ القاعات اللي عندنا عدد ديال الطلبة كما كتشوف عدد كبير الحمد لله، يعني كيدل على أن كاين واحد الوعي داخل هذه الكلية. هذه المكتبة حتى هي هذا الصباح مكتبة الصوبات. مازال كاين طلبة ماشي مشكل. هذا أستاذ الحملة ديال النظافة اللي قمنا بها هذا الصباح بما في ذلك، يعني هذا سميتو الضرر ديال الزبل، يعني حتى هو ما كيقدروش الموظفين أنهم يهزوه، كنا مضطرين باش أننا حنا اللي ناخذوا هذاك الشيء. كما كتشوف أستاذ العملية مازال يعني في الحرم الجامعي، في الساحة الجامعية، الطالب راه كيقوم بالإشغال. هادو هما القاعات الغداء أستاذ، يعني كلنا غنتغداو مجموعين. هذا أستاذ منسق اللجنة، ثم هذا المسؤول عن لجنة التغذية، كيقوموا بالمهام ديالهم في السيف القوقعة. واش الغداء تتخلص عليكم الكلية؟ لا، هذا من الميزانية ديال الشباب، يعني الطلبة يعني جمعوا شي مساهمات ديالكم انتوما، يعني كلشي كلش منا. يمكن لك أستاذ تقدم واحد شوية، شوف هذه الأمكنة فاش تسلت المهملات، يعني الدليل على أننا اليوم حنا قمنا بهذيك المهمة كما كتشوف، فقط عدد قليل اللي ما استطعناش أننا نزيلوها من هنايا. كما كتشوف الامكنه الحمد لله راه تنطفات هذا الحديقه ديال سميتو. دابا يمكن لكم تفضل باش تشوف القاعات. هذا الشيء الصباح سقيتو هذا الشيء. الطلبه جايين شوف. واخا. تفضل ان شاء الله. المهم كما كتشوف سقينا حتى هذه الامكنه هذه. سقينا هذا ربما وكأن الطلبة يعني هما اللي كيقوموا بكلش. يمكن لك دابا أستاذ تفضل تشوف القاعة، هذه القاعة واحد قمنا بإزالة يعني بعض الطاولات اللي ربما غير صالحة، واحتفظنا بالطاولات مع العلم أستاذ هذه القاعة هذه في الصيد درس فيها تقريبا 350 طالب. شوف أستاذ أنت عملية حسابية تقريبا لا تسع لا يعني تتسع تقريبا 100 طالب 120 طالب إلا خدينا هذا الكراسة هذو اللي كاينين هنا. كما كتشوف ما كاين لا مكبرات صوت ولا اي شيء، حتى الاناره يعني راه ما كتشتغلش كامله. يعني
يعني هذه قاعه لو انك استاذ راه ربما غادي نوريوك يعني شي فيديوهات اللي غادي ربما غادي نعطيهم لك من بعد. القاعه من قبل كانت قاعه غير صالحه بتاتا. هذه كما كتشوفوا استاذ عاد شي حاجه ما كتلاحظوا هذيك الحمله التحسيسيه يعني ديالها سميتو هذا الصباح يعني راه يعني كنا بعدنا هذا سميتو ثم ليه وكاين اللي المجموعة جوج حتى هي نفس الشيء بالنسبة للمجموعة ثلاثة للمجموعة جوج الى حد ما ربما قاعة مقبولة شي شوية انا بغض النظر على انه كاينين شي مصابيح يعني ما كتشتغلش قاعة ثلاثة وسبع هنايا يلاه نشوفوا هذيك راه هذه القاعة ثلاثة مدرسة قطرة ولا من فوق في الشارع هذه القاعة 3 و 6 أمس مع العميد ديال كلية الشريعة أو مكلف سي حسن الزاير قال لك واش قلنا له يعني واش ممكن هاد الموظفين يعني يقوموا بهاد المهام هادي بلا ما نقوموا بها حنا كطلبة قال لك يعني لحد الساعة قال لك راه إلا بغيتو شي حاجة راكم ديروها غير بيديكم نتوما أما لحد الساعة راه مازال ما كايناش شي حاجة اضطرينا باش أننا ناخدو هذا سميتو ناخدو المعدات وحتى تشوف أنت هادشي طرف هذا تعزم في السبع ربما هذه مازال ما خدمناش في التوظيف ديالها كما كتشوفوا السيد يمكن لك تشوف الحاله من تحت يعني القاعات كانوا في واحد الحاله مجري الان من بعد لقينا هذا الشيء هنا المكتبه سبع عدد الموظفين لا نعلم العدد ديالهم كلهم هذوك اللي كانوا كيشتغلوا على نفسهم حولوهم لهنا ما عرفتش حنا العدد شحال دابا عاد غتتضح لنا الامور من بعد ان شاء الله ما نخرجوا من هذا ديال اسمي ان شاء الله الطلبة دابا راهم مجتمع باش انهم يتغداو ان شاء الله شوف عدد كبير الحمد لله يعني تقريبا راه يفوق 50 طالب صور واحد الماتش تحرك صور البلديه هي تحركات 2015 اربعه يقول احنا اربعه هذا مجهود ديال الطالبات يعني قاموا هما بهذه العمليه ديال انهم يوجدوا الغداء على اعتبار انه يعني حتى الريستو اليوم كان مسدود بسبب بعض المشاكل اللي كاينه في الحي الجامعي المكتبة للأسف الشديد يعني كما كتشوفوا السد الكراسي يعني ما كاينينش علاش لأن الطلبة ما كيلقاوش الكراسي في القاعات كيكونوا مضطرين باش أنهم ياخذوا الكراسي ديال اللي كاينين في القاعات